نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أهلا بكم. انتشرت قوات اللواء الأول دفاع شبوة في مدينة نصاب في إطار خطة انتشار تشمل كافة أنحاء المديرية، وتأتي هذه العملية بتوجيهات من محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية الشيخ عوض محمد بن الوزير. تواصل قوات دفاع شبوة انتشارها في عدد من مديريات محافظة شبوة بوصول قوات اللواء الأول دفاع شبوة إلى مدينة نصاب وانتشارها في عدد من حواجز التفتيش على مداخل المدينة واستعادة مبنى المركز الحكومي الذي حولته سلطة الإخوان السابقة إلى سجن غير قانوني. تنفيذا لتوجيهات الأخ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير، قام اللواء الأول دفاع شبوة بقيادة العقيد أحمد عوض العولقي بتنفيذ عملية انتشار في مديرية نصاب المحافظة، والعملية الانتشار هذا تهدف لتطبيع الأوضاع الأمنية والحفاظ على سكينة واستقرار المديرية وأبنائها. هذا المديرية التي عانت الكثير من الويلات جراء الانفلات الأمني. تم الانتشار قوات دفاع شبوة مديرة نصاب، سيطروا على المواقع الميليشيات الإصلاح والمركز المجمع الحكومي ومسيطرين عليه. بمعنويات عالية وعزيمة لا تلين، تمت حملة الانتشار في المدينة وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة المتطلعين لإعادة الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي بعد سنوات من الانفلات الأمني. احنا اللواء الأول انتشرنا في مدينة نصاب لنعم بالأمن والاستقرار والسلام ومكافحة الجريمة وضد أي تخريب، وإحنا مستمرين في أمن واستقرار المواطن وفي جميع مديريات شبوة. انتشرنا في مديرية نصاب من ضمن المديريات من قبل ومستمرين انتشارنا إلى جميع المديريات والأجل تأمين المحافظة. نشكر الشيخ عوض بن محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة على انتشار دفاع شبوة في مديرية نصاب، ونصاب اليوم تأمن بالأمن والاستقرار داخل المديرية وانتشار غير مسبق له، واليوم المواطنين يرحبون بهذا الأمن والاستقرار. يأتي هذا الانتشار في إطار خطة التحالف العربي واللجنة الأمنية بالمحافظة لنشر قوات دفاع شبوة في عدد من مديريات المحافظة في إطار جهود مكافحة الجريمة والإرهاب. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. أطلق محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي خلال مقابلات تلفزيونية على قناة حضرموت تصريحات مثيرة تجاه المنطقة العسكرية الأولى والتي ينتسب قادتها وعناصرها إلى المحافظات الشمالية. تصريحات أطلقها محافظ حضرموت جاءت عبر قناة حضرموت الفضائية، كشفت ما يخفيه المرجفون وكشفت كل من في قلبه مرض أو حقد على حضرموت، حيث شكك المحافظ مبخوت بن ماضي خلال اللقاء بولاء قوات المنطقة العسكرية الأولى وطالب بإخراجها من وادي حضرموت. العدو الذي نحن نجابهه حاليا من هو؟ هي ميليشيات الحوثي. أين تواجد ميليشيات الحوثي؟ تواجدها في المحافظات الشمالية مأرب المرتفعة، لا ليس مأرب، يعني دمار، حجة، صعدة، متواجدين فيها، متواجدين في هذه المحافظات، صنعاء، عمران، المحويت، عمران، المنطقة العسكرية الأولى كلها من هذه المنطقة، من هذه المناطق. إذا كان هذا العدو الذي نجابه بالنسبة لهم عدو فليذهبوا يقاتلونه في مكان، وإذا كان لهم صديق كيف نرغب أن يكون صديق الحوثي موجودا بيننا؟ نحن لا نعمم أبدا، هي ليست سياسة. وأكد محافظ حضرموت بأن لواء بارشيد لواء تابع للمنطقة العسكرية الثانية ويأتمر بأمر المنطقة العسكرية الثانية. وأما لواء بارشيد فهو تابع لهذه المنطقة وهو لواء من 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 من, من هذه الألوية، ولو كان الحوثي يتواجد في مكان العناصر التي موجودة في لواء بارشيد مثلا، لو كنا في حرب مع أبناء الضالع لو قلنا اذهبوا
نحن الآن في حرب وفي مجابهة مع ميليشيات الحوثي. فلا يكون عندنا حول سياسي نحرف البوصلة. لواء برشيد أنا كم مرة كانوا يتكلمون معي وأنا أستدعي قائد المنطقة إلى هنا وهو يقول أن هذا اللواء ينضوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الثانية وتحت النخبة الحضرمية، ثم أنه بأمرنا. أما عن ملف الكهرباء، قال المحافظ بأن حاجة حضرموت 260 ميجاوات في ساحل حضرموت، وفي وادي حضرموت 120 ميجاوات. تقريبا ما نتعدى هنا بشراء الطاقة ما نتعدى 120 ميجا في أفضل الحالات. أعتقد أنه الكهرباء يعني حلها جذري مثل ما أوردناه في برنامجنا، خصوصا من حضرموت غنية بالغاز. أيوة. وقد أكدوا لنا ذلك، أكدت لنا وزارة النفط أنه عندنا كميات تكفي لتشغيل محطة، لكنها لا زالت لم تحفر حتى الآبار. وفي توجيهات رئاسية سابقة بإنشاء محطة غازية في الساحل. المحطة الغازية في الساحل أتت متزامنة مع توجيه إنشاء محطة في عدن. طبعا لم تجد طريقها إلى العمل بالنسبة لحضرموت لحضرموت. لكننا الآن نحن موعودين بمحطة لا تقل عن 260 كمرحلة أولى. هذا وتضمنت المقابلة العديد من القضايا الخدمية والمستجدات في الساحة الحضرمية بشكل خاص والجنوبية بشكل عام. قال حقوقيون إن ميليشيات الحوثي تحاول إفشال خطة العمل الأممية لوقف تجنيد الأطفال، وباتت تستخدمها لتضليل المجتمع الدولي وللتغطية على جرائمها. رغم توقيع خطة عمل أممية بقيادة لجنة خاصة من الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات الحوثي، إلا أن الميليشيات باتت تستخدم اللجنة لتضليل المجتمع الدولي وللتغطية على جرائم التجنيد وقتل الأطفال في جبهاتها، حيث منع القادة العسكريون لميليشيات الحوثي اللجنة الأممية العاملة على تنفيذ الخطة من دخول معسكرات التجنيد رغم وجود ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات التابعة للميليشيات، إضافة إلى ممثلين لجهات أخرى تتبعهم. واتهم حقوقيون الأمم المتحدة بانتهاج تعتيم غير مبرر بشأن تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الانقلاب، فيما أكد مسؤولون حكوميون استمرار التجنيد بشكل مخيف وتحول الاتفاق إلى مجرد غطاء لتجريف الأطفال للجبهات. بدوره أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية نبيل عبد الحفيظ استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال رغم توقيعهم على خطة العمل الأممية، موضحا أن هناك قرارا حكوميا في اليمن يمنع تجنيد الأطفال، لكن ميليشيات الحوثي وبعد انقلابها عام 2014 أوقفت القرار، ما دعا الحكومة اليمنية إلى العمل على مشروع وقف التجنيد بالتعاون مع الأمم المتحدة. في السياق قال حقوقيون أن خطة العمل المبرمة بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي تلزم الميليشيات بتحديد جميع الأطفال المجندين في صفوفهم الذين أعمارهم دون سن 18 وتسريحهم في مدة لا تزيد عن منتصف أكتوبر الماضي، علاوة على اتخاذ آلية لإدماجهم في المجتمع. كما دعت بيانات حقوقية يمنية لإنقلابيين إلى تنفيذ بنود الاتفاق المسمى خطة العمل، ودعت أيضا الأمم المتحدة لاتخاذ مبدأ الشفافية وإطلاع المنظمات الحقوقية أولا بأول على مدى تعاطي الميليشيات إيجابيا ومدى التزامها بتعهداتها المدونة في الاتفاق، إلا أن الميليشيات أفشلت الاتفاق الذي اتضح أنه كان للحصول على امتيازات ومكاسب سياسية، وأصرت على الاستمرار في تجنيد مزيد من الأطفال واستخدامهم كجنود في ظل ارتكاب فضائع بحقهم داخل معسكرات التجنيد. شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفا مدفعيا على مناطق سكنية في محافظة لحج أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة طفلين. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت قصفا مدفعيا على قرية الحوامرة وأسفر عن استشهاد امرأة وإصابة طفلين بجروح متفاوتة، ما استدعى نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. استنفت ميليشيات الحوثي حملات السطو والاستيلاء على أراضي المواطنين جنوب الحديدة بعد أشهر من استيلائها على مساحات شاسعة بالقوة والعنف في ذات المنطقة. نتابع. ها يضرب الرسول.
الرصاص فوق المواطنين. ها شوف ها وجهه والله لا تصير سرفه. ها شوف ها شوف ها شوف ها يضرب رصاص فوق المواطنين. يضرب رصاص فوق المواطنين. ضبطت السلطات المحلية في مديرية المنصورة عددا من المحلات والمعامل الخاصة بتصنيع المياه مجهولة المصدر. أكدت السلطات على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس والتركيب الكيميائي السليم أثناء التصنيع. نتيجة بيعها مياه مجهولة المصدر ومخالفة للتركيب الكيميائي الموافق للمعايير المطلوبة، ضبطت السلطات المحلية في مديرية المنصورة عددا من المعامل الخاصة بتصنيع علب المياه وكذا ضبط محلات تجارية مخالفة لذات السبب. تم توجيه يعني صحة البيئة في المديرية وتم نزول المحلات يعني إنتاج المياه المعدنية وتم وجود هناك يعني كميات كبيرة من المخالفات، منها يعني بلاغات من المواطنين بوجود أجسام غريبة داخل علب المياه. اضطرت صحة البيئة للنزول وتفتيش المواقع، وأثناء النزول وجدوا يعني كل المواصفات غير ملائمة بشكل كبير، يعني الناس بيشربون مجاري. السلطات المحلية في مديرية المنصورة أصدرت توجيهات بعدم بيع المياه مجهولة المصدر وحذرت من بيعها بعد تلقيها شكاوي من قبل المواطنين بوجود أجسام غريبة داخل المياه المعلبة، كما قامت بالنزول وأغلقت عددا كبيرا من المعامل. نشكر السلطة المحلية على اهتمامها بالموضوع، موضوع الماء، نزلت سكرت محلات من اللي يعبوا الماء بدون تصفية وما ينفع للشرب لبني آدم. أعتقد أن هذا شيء يعني غير جيد، وهذه مسؤولية يعني عليهم أنهم يهتموا بكل شيء ويتبنوا هذه الأشياء، يعني من الأشياء المهمة في الحياة. الجهات المختصة، المجلس المحلي أو المحافظ، أن يغلقوا الأماكن اللي تبيع مياه ملوثة، لأنه ضرر على الأطفال وضرر على المسنين وغيرهم، يعني بيكون أمراض كثيرة بتنتشر الأمراض من قبل هذه الماء. فناشد الجهات المختصة بإغلاق أي مصنع مياه ملوث. بيع المياه سعة اللتر ونصف اللتر بدون لواصق تعريفية تزايد خلال السنوات الماضية، إذ اتجه الكثير إلى فتح معامل لبيع الماء بغرض الربح بعيدا عن إنسانية وصحة المستهلك، إذ أن الكثير من المعامل تقدم سموما في الماء نتيجة الإهمال وغياب النظافة، ما يحول هذا العنصر الذي يمثل أساس الحياة إلى سم قاتل لا يرحم. صالح حمش، الغد المجرى، عدن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بنك حضرموت التجاري يدشن نشاطه في مدينة المكلا. أهلا بكم من جديد. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو 77 أسرة يمنية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري 2023. وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي إن محافظة مأرب استقبلت خلال الفترة ذاتها 54 أسرة، نزح معظمها من محافظتي تعز وإب، تليها محافظة تعز بعدد 9 أسر جميعها كانت داخلية، وبنفس العدد محافظة شبوة جميعها جاءت من محافظة مأرب. افتتح محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمدينة المكلا بنك حضرموت التجاري بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ومسؤولي السلطة المحلية بحضرموت. على طريق التنمية الاقتصادية والتطوير المصرفي، بنك حضرموت التجاري يدشن نشاطه رسميا في مدينة المكلا. نحن حقيقة اليوم نقول إنها باكورة لعمل تجاري وعمل بنكي ينقلنا من وضع الصرافة التي كانت سائدة إلى وضع البنوك
هذه باكورة أمل نحن في السلطة المحلية ندعمها ونشجعها. طبعا هو سيرفد اقتصاد الوطن بشكل عام واقتصاد المحافظة، سيفتح علاقات جمة بينها وبين البنوك الأخرى، بينها وبين الدول الأخرى، يسهل عملية نقل المال وانتقاله وتحويله بإذن الله. هنا حفل أقيم بالمناسبة بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ومسؤولي السلطة المحلية بحضرموت. محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أكد أن هذا المشروع الحيوي يمثل نقلة نوعية وسيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رأس المال ليس بغريب على أبناء حضرموت وليسوا هم بجاهلين عنه، فإذا ارتبطت هذه المهنة بشعوب لابد أن يذكروا الحضارمة في المقدمة. لقد شكلت خبراتنا البنكية المتراكمة وتجاربنا كرجال مال وأعمال مداميك البنك وشعاره النابض بهويته أصالة مستمدة من إرث حضرموت الإنساني والاقتصادي والالتزام بالاحتفاظ بالقيمة في التميز والتفرد في المعاملات البنكية والثبات على القيم التجارية التي جعلت من اسم حضرموت مرادفا للأمانة في الخدمة لصالح العام. تسعى القيادة العليا في البنك المركزي في سياق خطتها للنهوض بأداء الجهاز المصرفي بكافة مكوناته إلى إيلاء هذه المسألة أهمية قصوى، وذلك بغية التأسيس لقاعدة رأسمالية قوية في النشاط المصرفي في كل المناطق الاقتصادية التي تتوفر فيها المقومات الضرورية لقيام ذلك. الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها مدينة المكلا أسهمت في جذب الاستثمارات للمحافظة، وبنك حضرموت التجاري واحد من أبرز المشاريع الاستثمارية على مستوى البلاد. سيقدم البنك خدمات كثيرة ومتنوعة وبأرقى الخدمات المصرفية. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. ظهرت فقمة ضخمة على شاطئ شبه جزيرة مورينغتون الأسترالية حيث تقدمت نحو البر وحطمت النوافذ في أحد محطات الخدمة. وقال مدير العمليات في المنطقة غلين شارب إنه حاول إعادة الفقمة الضخمة للماء بواسطة مجداف، لكنها وصلت التقدم باتجاه مركز الخدمة، ومع تضافر الجهود وباستخدام المجاديف عاد العمال الفقمة إلى المياه. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم العربي مقطع فيديو غريب انتشر في الولايات المتحدة لحافلة نقل خاصة بالكلاب تقلهم من منازل ذويهم إلى مؤسسة قائمة على رعاية الكلاب وتدريبها في ولاية ألاسكا. Good morning, Jake. Well, good morning. Hey, you're not buckled in. Good morning, Bama. نهاية هذه النشرة. يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الغدوائي. إلى اللقاء.